بالمقابل اعتبر السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس أن الفساد والبيروقراطية وقوانين الاستثمار تقف وراء تردي الاقتصاد العراقي، فيما أشار إلى أن بيئة الأعمال في أفغانستان أفضل من العراق. وأكد ويلكس ضرورة مساعدة العراق في إدخال الإصلاحات الضرورية وتنفيذ المشاريع. المشكلة طبعا كلنا نعرف أنه في العراق مع كل الإمكانيات والثروة الوطنية والموارد البشرية، مع ذلك لأسباب مختلفة، فساد بيروقراطية، إطار قانوني جزئي، أنه البيئة للأعمال حسب المعايير الدولية أفضل في أفغانستان بالمقارنة مع العراق، وحتى نيجيريا مع كل تحدياتها ومشاكلها، نيجيريا تستفيد من كل برميل للنفط أكثر من العراق بثلاث ونص أضعاف، يعني مزيد من القيمة الاقتصادية من الثروة الوطنية، وهذا طبعا غير مقبول لكل العراقيين ولكل أصدقاء العراق بما في ذلك المملكة المتحدة. فنريد أيضا أن نساعد العراق بإدخال الإصلاحات الضرورية وأيضا لتنفيذ المشاريع الآن لتوضيح للشعب العراقي أن الشراكة بين العراق وشركائها الرئيسيين في الاقتصاد وفي الأعمال وفي التجارة والاستثمار، هذه الشراكة تؤدي إلى نتائج ملموسة إيجابية على الأرض الآن.